نرجع بقى مره تانية لحوكمتنا احنا بقى ورؤيتنا للمنتخب واللي بيجرى في المنتخب. حضرتك الى اي درجه متفائل بوجود كابتن ايهاب جلال؟ وطبعا شخص له تاريخ ومدرب مخضرم. فكره انه جاي بعد كيروش وبعد لغط كتير، تعالى نسميه اثاره كيروش، من اول ما جه لغايه لما مشي الحقيقه، في رؤيتك انت الشخصيه هل في امور معينه يفضل ان كابتن ايهاب جلال ينتبه ليها متعلقه بكيروش وكيفيه ادارته للامور لازم يعني ياخد باله منها عشان يتحاشاها في حال ما اذا كان او كانت حاجات خاطئه؟ اكيد اول حاجه كابتن ايهاب جلال حتى هو اتكلم عليها انا ان هو بيلعب بطريقه لعب مختلفه تماما عن مستر كيروش. يعني 4-2-3-1 المميزه لكابتن ايهاب جلال في كل حته مسكها، وساعات بيلعب 3-4-3. مستر كيروش كان بيلعب 4-3-3 شفتها متحققه في ماتش غينيا؟ لا، ما انا هقول لك اهو 4-3-3. كابتن ايهاب ما غيرش الطريقه بتاعت مستر كيروش، لان زي ما بقول لحضرتك هو ما قعدش غير 5 ايام، وهو طلع قال كده انا مش هقدر اغير دلوقتي ولسه قدامي فتره كبيره 6-7 شهور عشان يبتدي يحط فكره في الملعب، وده اللي كان متواجد فيه. مع مستر كيروش كان عندنا مشكله كبيره جدا في الناحيه الهجوميه، كنا بنعرف ندافع كويس جدا وبنعرف نستخلص الكوره كويس، بس انهاء الهجمات كان عندنا فيه صعوبه كبيره جدا وما كناش بنوصل. حتى المباريات اللي كنا بنكسبها كلها تقريبا ضربات جزاء، وصلنا نهائي كاس الامم الافريقيه بضربات الجزاء في الثلاث ماتشات اللي هم المفصليين. فعشان كده ادينا حتى في مباراه السنغال كسبنا 1 هنا ورحنا هناك اتغلبنا 1 ولعبنا برضه بضربات الجزاء وخرجنا. فاحنا ما عندناش قدره على الناحيه الهجوميه. هو بقى كابتن ايهاب المفروض انه يزود الناحيه الهجوميه، يرجع لايام مثلا عايزين نرجع نلعب كره زي ايام كابتن حسن شحاته 2000 الجيل الذهبي 6-8-10. كان الفرقه كلها بتعمل لنا 1000 حساب طبعا، سواء بقى روح سواء قلب سواء كوره، بكل ما اللي تقول عليه. هو ده اللي كابتن ايهاب جلال المفروض هيبقى عبء عليه. عايز اقول ان مش على طول بنتفق على حد وبيطلع شغله ايجابي، والعكس صحيح، دايما بنبقى مش متوسمين في حد انه يوصل لحته معينه، وربنا يكرمه والدنيا بتمشي معاه. كابتن حسن شحاته لما مسك المنتخب كان ماسكه فتره انتقاليه لحد ما يجيبه مدير فني اجنبي، وربنا كرمه وراح ومشيت معاه وراح لعب كاس وجينا كاس الامم الافريقيه كسب 2006 والدنيا مشيت معاه. وهكذا كان عندنا مستر كوبر ومستر كيروش كنا حاطين عليهم امال كبيره جدا، ولكن ما شفناش الكلام ده. فاحنا عايزين نمشي مع كابتن ايهاب جلال واحده، مش الراجل ما معهوش عصا سحريه هيحطها على حاجه الدنيا تتغير، فلا لازم نصبر عليه شويه. حتى الناس اللي اتفرجت على المباراه مش متفائله، بس لسه قدام ده اول مباراه يلعبها. احنا مفتريين كلنا وكلنا بقينا دلوقتي بنحلل الكوره، فالموضوع صعب شويه.